نكمل يا جماعة، سامعيني؟ معايا يا جماعة؟ أيوة دكتورة، تمام. تمام. احنا خلصنا الجزء بتاع الكليبورد، سلايد، فونت، باراجراف. دلوقتي احنا في الجزء بتاع الدروينج. علشان ارسم شكل انا عايز انا اللي ارسمه بقى، مش عايز الاشكال اللي هي بتاعت السمارت ارت ديت اللي انا جبتها من هنا، لا انا عايز رسم انا اللي اعملها. فبضغط على الشكل من الاشكال المتاحه ديت. لو فتحت السهم دوت هيديني مجموعه كبيره جدا من الرسومات، في جزء منها هندسي بحت اللي هي الحاجات بقى الدايره والمتوازي المستطيلات والمثلث والحاجات ديت بتوع الماس، طبعا هيشتغلوا في الجزء دوت بتاعهم. وفي اشكال بتبقى اشكال فنيه زي القلب دوت، زي الشمس مثلا، الوش اللي بيضحك دوت. فانا لو اخترت مثلا الوش ده كده، الماوس بيتغير ويبقى شكل علامه زائد كده هوت، واكبر واصغر طول ما انا ضغط على الماوس. انا ضغط على الماوس على الليفت كليك، بعمل دراج ودروب، بسحب بالمسافه من غير ما يعني صبعي على ماوس وصبعي التاني بشد الماوس بحركه في الاتجاهات بتاعتي، صبع على الماوس والصبع التاني بيتحرك. فهخليه بالشكل ده. عايز اغير لونه، عايز اعمل فيه بقى يعني اغير في شكله. مجرد ان انا وقفت عليه وبقى متحدد بعدد المربعات دي، دول 8 على فكرة، 3 فوق و3 تحت و2 في الجنب، مش 9، 8، بالتمن مربعات دول بتتاكتف لي قايمه اسمها Drawing Tools، اللي هي التولز الخاصه بالشكل ده. لو وقفت على التكست بقت عندي برضو Drawing Tools، بس التولز الخاصه بايه؟ الخاصه بالتكست. شفت الفونت هنا بقى اكتف، لكن انا لو وقفت عندي ديت Drawing Tools، الدروينج تولز دي خاصه بالشكل ده، والفونت برضو اكتف، لان انا ممكن ان انا اكتب جواه، اكتب جواه زي مجرد ان انا بكتب على الكيبورد اهو بدا ان هو يكتب. فبرضه ممكن ان انا اعمل فورمات للتكست اللي جوه الشكل، لونه، حجمه، خطه، وهكذا، اخليه بولد. كل الحاجات اللي هي بتتعمل على التكست ممكن ان انا اعملها جوه الشكل. بس انا مش عاجبني الشكل ان هو متظلل بالشكل ده، لا انا عايزاه يبقى الاطار بتاعه بس هو اللي ليه لون، لكن من جوه يبقى ابيض فاضي. اجيبها منين؟ انا هقف هنا اهو، وبعدين اضغط على الفورمات، بيظهر لي التولز الخاصه بالرسمه دي. عندي هنا شيب ستايل، لو ضغطت على شيب ستايل ممكن اختار الاشكال اللي انا عايزاها. ايوه انا عايزه حاجه كده تبقى فتحه كده هو بيضه، بس هو يبقى له مجرد اطار، بس الاطار بتاعه دوت رفيع قوي مش واضح عندي، عايزاه يبقى اطار سميك شويه. فهاجي عند الشيب اوت لاين اللي هي الاوت لاين الاطار بتاع الشكل دوت، وهبتدي اختار حجم اسمك من كده، يعني هاتهولي كده مثلا. طيب انا عايز اغير اللون بتاع الاطار ده، خليه كده. طب ايه الفرق بين اللون اللي هنا واللون اللي هنا؟ اللون اللي هنا ده لون الاطار الاوت لاين، لكن اللون اللي هنا ده لون الشكل من جوه. يعني انا لو اخترت لون من ده فبقى عندي من اللون اللي من جوه حاجه والاطار حاجه، تمام. الشيب افكتس والحاجات دي هدخل فيها لما نتكلم على الانسرت، هنتكلم على الحاجات دي تاني، بس انا عايزاك بس تعرف ان طريقه الرسمه ايه، لكن كل دوت هتكلم فيه تاني، كل اللي قدامنا ده هعدي عليه تاني، بس انا اخلص قائمة هوم. تمام، يبقى احنا كده عملنا في الدرون. طيب انا لو الشكل ده موجود كده والتكست اهو ورا، انا مش شايف التكست، انا شايف هل الكلام هو كده قطع على الكلام اللي كان من ورا، انا مش شايفاه، انا عايزاه يبقى باين. فانا انا محتاجه اعمل ارينج، تنظيم للعناصر اللي موجوده، عايزه اخلي الكتابه من قدام والشكل دوت يرجع ورا. فهختار ايه؟ هقف على الشكل، انا واقفه على الشكل اهو، وهقول له ايه؟ سند تو باك، ارجع لورا. فهو رجع لورا وخلى الكلام ايه؟ بقى باين. يبقى ديت فايده الارينج، واضح؟
طيب ايه الالاين والروتيت والكلام دوت؟ الالاين مكانه محاذاته على السلايد، مكانه على السلايد هو دلوقتي الاوبجكت ده اللي انا واقف عليه، انا واقفه على التكست. الاوبجكت بتاع التكست ده موجود على الشمال، لا هتقولي على اليمين. لو انا الكلام ده عربي فانا عايزاه يبقى النص على اليمين والصوره هي اللي على الشمال، فهاتوا على اليمين كده والصوره ديت هتالي على الشمال، هقف عليها وهوديها على الشمال. تمام. والسهم ده الشارت ده عايزاه يبقى في النص، هو علشان اتنين داخلين في بعض، بس انا لازم افصل ده عن ده علشان اعرف انا محدده ايه، انا عايزه دي. تمام. انا واقفه عليها هنا اللاين وهقول لها ايه سنتر، هيظبطها لي. لو جبت مسطره وقست هتلاقي المسافه اللي من هنا قد المسافه اللي من هنا بالظبط. وكمان انا عايزه يبقى الالاين بتاعه بالنسبه ده بالنسبه للمحور الافقي هو بقى في النص، كمان عايزاه يبقى بالنسبه للمحور الراسي في النص، فهقول له كمان الاين ميدل، فهو كده بقى بالنص افقي وراسي. المسافات دي هيحتاجوها بتاع الماس اكتر مننا، احنا مش محتاجين ان احنا نظبط نبقى بالدقه دي قوي، انا المهم عندي يبقى يمين ويبقى شمال وخلاص، يبقى سنتر في النص في الافقي. يعني لو انا عايز احط الصوره دي لو هي مثلا مثلا لو هي علامه قلب، انا لو عايز اغير الشكل دوت، على فكره لو عايز اغير الكتابه اللي عليه عايزه اغيره من غير ما اغير الكتابه دي، فهقف عليه رايت كليك وهختار تشينج هقف عليه من فورمات، وهنا هبتدي ان انا اغير شكله برضو. لا انا عايزه اغير الشكل ده، مش عايزه ارسم واحد جديد. رايت كليك اديت شيب وهبتدي من هنا اغير شكله اهو. انا غيرت شكله من غير ما اغير، من غير ما اكتب من اول وجديد. يبقى تاني جبتها ازاي؟ انا هقف على الشكل في التولز بتاعته، drawing tools format، في الجروب بتاع insert shapes عندي edit shape، وهبتدي اختار اغير الشكل بتاعه، هتقولي cloud دي. تمام. هندخل على كل دوت تاني يا جماعه، ها احنا بس عايزين نخلص الجزء ده. تمام. يبقى احنا كده خلصنا ايه الالاين. طب الروتيت دوت ايه؟ لفها لي 90 درجة يمين 90 درجة شمال، اعكسها لي افقي، اعكسها لي رأسي. تمام. وممكن ان انا اعمل الروتيت دوت بالعلامة اللي هي السهم الدايرة دوت، ممكن ان انا الفه كده، انا الف بنفسي. يعني لو انا برسم رسمة مثلا كده، انا عايز السحابة دي تبقى هنا، او خليها السحابة دي كده، السحابة دي كده. تمام. واحنا شغالين يا ريت نخلي بالنا ان الكلام اخليه على قد اخلي البوكس بتاع الكلام على قد الكلمه بالظبط، علشان لما ابقى محتاج ان انا اغير في حاجه ما احترش ما يطلعليش المنظر ده كده، لا هو على قد الكلمه بس. تمام. بلاش يبقى عندنا زيادات، عشان لما نيجي ندخل في الانيميشن نعرف نعمل سيلكت للاوبجكت من غير ما نكون ايدينا رجايه على مكان فاضي. يعني واضح؟ يبقى احنا كده خلصنا الارينج. وطبعا شيب فيل وشيب اوت لاين الحاجات ديت اللي احنا دخلنا عليها من الدروينج تولز. يعني انا لو جيت هنا وضغطت على شيب فيل، انا بغير في لون اللي احنا عملناه قبل كده، نفس اللي عملناه بس عملناه من فين؟ عملناه من فورمات. ماشي. ممكن كمان وانا في الهوم اعمله من هنا، يبقى كده دي طريقتين ان انا اغير بيهم الالوان. ممكن اغيرها من هوم، من drawing tools، او من فورمات بتاعه التولز ذات نفسها.
والاوت الشيب اوت لاين نفس القايمه اللي كانت موجوده دخلنا عليها من شويه هي هي. انا ممكن اغير في الحجم بتاعه، ممكن اغير في الستايل بتاعه اصلا، وممكن اغير بدل ما هو مستوي كده ممكن اخليه مشرشر منقط. تمام. الشيب افكتس بقى ديت اللي هي ايه، تاثيرات الشكل. انا ممكن اعمل للشكل دوت اعمل له ظل، اعمل له ريفليكشن انعكاس، اعمل الاطار بتاعه بدل ما يبقى حاد اخليه بميل كده، بدل ما مثلا لو هو شكل مستطيل فالحواف بتاعته مش هتبقى مدببه، هتبقى اخده شكل كيرف. تمام. ديت السوفت ايدج. تعالوا نجرب دوت في نموذج يظهر فيه التأثيرات دي. فأنا هغير شكل السحابة دي بالكلام اللي موجودة عليه، عايزة أخليه مربع. حد يفتح المايك ويقول لي علشان أغير شكل السحابة دي أخليها مربع أعمل إيه؟ حد يفتح المايك. أختار شينج بيكتشر؟ لا ده مش بيكتشر، ده شيب. الشيبس اللي ادوس على الشيبس نفسه واختار الشكل اللي انا عايزاه. رايت كليك يعني؟ ممكن، او ممكن على الشكل نفسه برضو من الاشكال هنا. انا الاشكال مختلفه. لا ما انا عملت كده وطلع غلط. ممكن نضغط على الفورمات. فورمات ها. وبعدين يا استاذه منى ونضغط على اللي هي الاشكال الشيبس دي. لازم اكون محدده الشكل. ايديت شيبس السهم اللي جاب ايديت شيبس. تمام جبت كده تشينج. الله ينور استاذه منى. الله يخليك. انا هختار شكل المربع اهو، حوافه مدببه، وهنطبق عليه الايفكت اللي هو موجود. هنشوف الايفكت دي. فانا حاجة هنا هو تشادو، يعني هيخلهولي ليه ظل عامل ازاي. اقف على كل حاجة من دي وشوف تأثيرها. تأثيرها بيظهر في الوقت الحقيقي وانت واقف كده من غير ما تعمل كليك، مجرد ان انا واقفة عليها بمشي عليها كده بشوف التأثيرات. شايفين الظل بيظهر فين؟ واضح يا جماعة الظل ده عندكم ملاحظينه؟ انا همسح الشكل ده. الشادو، شايفين الظل اللي ظهر ده؟ هو دوت المقصود بالشادو، ان انا اعمل انعكاس تظليل. فانا لو اخترت الشكل ده مثلا، انا عايزه الظل يبقى ده مثلا يعني. طيب اوكي، ايه تاني ممكن اعمله؟ ريفليكشن ينعكس ازاي، انعكاسه. طبعا مفيش حد بيعمل الاربعه في واحد، ماشي؟ يعني بلاش ان انا احط على الاوبجكت اكتر من، يعني مش كل الفيتشرز احطها في واحد، يعني مش سلطه. تمام. انا بختار الحاجه اللي انا عايزاها بس انا بجربك كتست، يعني احنا بنجربها هي ايه، وحضرتك وفقا لذوقك والسيناريو بتاعك وانت بتشرح عايزها تتعرض للطلبه ازاي، لكن ما نستخدمش كل الايفكتس دي. تمام. البلو بقى دوت هيديلي ايه؟ يديله يعني زي الهايلايت كده هوت بتاع الرسمه، يعني يبقى له ضي كده. تمام. 3D بقى ابتدي اغيره بقى، هات اجيبه يبقى عامل ازاي. كل واحد بقى يجرب هو عايز يوصل للشكل بتاعه ازاي، بس دي اللي انا بوريها لك بس مش اكتر يعني. طبعا لو كان الشكل ده زرار، متخيلين لو كان زرار انا هبقى عايزاه يتعرض ازاي؟ يعني انا لو عامل هنا زرار ودوت هناخدوه، بس دوت في مرحله ادفانسد، يعني انا ممكن اعمل الشكل ده زرار بوتون، يعني زي اللي بيبقى موجود على مواقع الانترنت. فانا عايز يدي للي قدامي شكل ان ده زرار. سوري، عايز ادي للي قدامي ان ده شكل زرار مثلا بينقلك. انت لو دوست هنا هوت هتدخل على الويب مثلا،
وممكن ده هنعرف ازاي نعمله. اعمل زرار جوه الباوربوينت ينقلني للويب. تمام، انا مش عايزه التظليل الاصفر ده. فانا عايز دوت ياخد شكل زرار. في حاجه عند الايفكت هنا هو في الشبه في شكل بوتونز تحت عندك، دي الاوبشنز بتاعت الشادو. لا ثواني، فورمات اديت شيب. بصوا الشكل اللي تحت ده ايه، اكشن بوتون، يعني هو ممكن يغيره لي لشكل زرار يدي اكشن، يدي فعل لو دوست عليه هيعمل مهمه. هيعمل مهمة يروح فين؟ روح لي على الانترنت، روح لي على جوجل. انا عايزة لما يدوس هنا يروح على جوجل، فانا هكتب هنا هو هاجي على جوجل، اخد اليو ار ال بتاع جوجل وهروح للباوربوينت بتاعي، هقول له هايبر لينك. هايبر لينك لايه؟ الفيرست سلايد، ولا عايزه يروحوا اليو ار ال لعنوان على الويب؟ لا انا عايزاه يروح على الويب. طيب ايه هو العنوان اللي انت عايز تحطه؟ انا معايا العنوان حطيته. اوكي. الشكل بتاع الزرار مجرد ان انا لو عملت بقى كده اهو، بص الشكل ده عطاك شكل لينك، لو ضغطت عليه هيحمل وهيفتح لي جوجل دلوقتي. تمام، واضحه دي ولا عيدها تاني لو سمحتي؟ نعم كمان يا دكتور. كمان تمام ماشي. كمل بقى على حاجه ثانيه، افتح التلفزيون من فضلك المايك. بنقول لحضرتك كمان يا دكتور. كمان اعيدها مره تاني يعني؟ لو سمحتي. ماشي انا فهمت غلط، انا سمعتها تمام. ماشي انا همسحه خالص اهو. عايز اعمل زرار يوديني من وانا جوه الباوربوينت يوديني على بنك المعرفه، فانا هاجي هنا اهو، انا في هوم، هاجي هنا insert action button واختار الشكل ده مثلا، وهايبر لينك اختار، اعمل لازم دي تبقى اكتف. هو ممكن تبقى كده، ممكن يبقى انا عايزه شكل زرار بس عليه صوره الهوم ده، لكن مش عايزاه لينك في حته، فممكن اعملها نن. لا بس انا عايزاه يعمله هايبر لينك. ممكن اعمل هايبر لينك بين الشريحه وشريحه، يعني انا ممكن هنا اهوت انا البرزنتيشن بتاعي كام شريحه؟ 6 شرايح. ممكن اعمل لينك من دوت للشريحه رقم 1، لفيرست سلايد، للنكست سلايد، لكاستم شو، لسلايد معين انا ممكن احط له رقم. عايزه اروح لانيو حاجه مثلا، عايزه اروح للدرس الاول، فلو ضغطت هنا اروح للدرس الاول. وممكن ان انا اخليه يروح ل يو ار ال لعنوان، هو دوت اللي انا عايزاه. العنوان بتاعي ايه؟ انا مثلا عايزاه يروح لاي كي بي، هفتح بس الموقع علشان اخد اليو ار ال صح، رايت كليك كوبي، وهقوم رايحه على الباوربوينت واقوم حامله له بيست واقول له اوكي. دلوقتي هو من هنا من جوه الباوربوينت لما تيجي تعمل شو، هو هنا اهوت مش هيشتغل اللينك. ليه مش هيشتغل هنا؟ عشان انا هنا مش في الشو، لازم عشان يشتغل هنا اضغط على كنترول، ولو عملت كليك هيشتغل، لكن من غير كنترول مش ظاهر عندي ان هو لينك. يظهر عندي ان هو لينك امتى؟ لما اكون في وضع العرض، فبقى ظاهر عندي ان هو لينك. لكن انا وانا واقفه هنا لو ضغطت كنترول، صباعي على الكنترول ودوست عليه، هيفتح لي دلوقتي الانترنت على اي كي بي، بنك المعرفه. تمام، يعني انا اكون بشرح في حاجه مثلا وعايزه اتنقل لبنك المعرفه من غير ما ادخل اكتب العنوان ويحمل وكده، لا انا ممكن من وانا جوه الباوربوينت افتح كمان ايه، اعمل رابط يدخلني على طول على بنك المعرفة. تمام ولا عيدها تاني؟
لا تمام خلاص شكرا. تمام يا دكتور. دلوقتي خلصنا الجزء بتاع الدروينج والإفكت. طبعا كلام دوت كله حاجات بتاعت بقى فنون جميلة وكده، ادخلوا واستكشفوها، ما فيهاش اي تشغيل دماغ. يعني انا اخليه شكل زرار بقى يبان ان هو شكل زرار كده. بصوا الاشكال دي، الاشكال دي اشكال خاصة بالزراير، يعني لما تكون عامل زراير معينة فده شكل زرار، تمام؟ او الشكل ده ان هو يبقى باين ان دوت لو ضغطت عليه يبقى زرار، تمام؟ ممكن طبعا اغير لونه زي ما عرفنا. عشان اغير لونه اعمل ايه؟ حد يفتح المايك ويقول لي انا مش عايزاه يبقى كله ازرق كده، انا عايزاه اطار بس والبيت دوت هو اللي يبقى واضح. اعمل ايه؟ حد يفتح المايك. في عند هنا في الفونت. استاذنك ثانيه معلش استاذه منى، معلش انا اسفه، ثانيه واحده. حد تاني غير استاذه منى يا جماعه؟ انا كام واحد في الميتنج؟ في الميتنج حد غير استاذه منى واستاذه عفاف؟ بقيه الناس من الفورمات مين معايا؟ لو الف نعمه. اوكي تمام يا استاذه نعمه، الحمد لله على السلامه وحسينا حضرتك اكتر والله. اوكي ضغطت على فورمات ها، وبعدين استاذه نعمه اللي هو شيب فيل او اوتلاين فيل. لو انا عايزه احدد الخط الخارجي يبقى الاوتلاين، ولو عايزه الشكل نفسه اغير. انا اختار ايه الاول؟ ان انا اعمله نو فيل من هنا اهوت كده هيشيله لي خالص، بس انا مش عايزه دي. انا هعمل كنترول زد، لا انا مش عايزه دي، انا عايزه من هنا كده، هو ده اللي انا عايزه اوصله. وكمان انا ممكن اشيل الاطار دوت خالص، فهختار ان هو نو اوتلاين، فجابه لي بقى بالشكل ده كده، هو ده المنظر اللي انا عايزاه. عايزه اغير في لون دوت، ممكن ان انا ادخل اغير في اللون بتاعه، بس انا عايزاه يبان ان هو ايه شكل البيت ده كده بس، تمام؟ ممكن ان هو يبقى كده، كل واحد بيعمل بقى بالذوق بتاعه. طب بعد ما عملت كده هوت الايفكت ما بقاش باين، عايزاه يظهر اكتر، فادخل تاني واعمل الايفكت بتاعه كده. كده بقى واضح ان هو زرار مرتفع عن سطح الشريحه، في دي زاويه كيرف كده طالع اللي بره شويه، مرتفع شويه، تمام؟ واضح يا جماعه؟ واضح احنا غيرنا الشكل ازاي بقى بالمنظر ده بدل الشكل الاولاني، عملناه ازاي؟ شلنا الالوان، تمام. كده خلصنا الجروب، الجزء بتاع الدروينج. السهم الاسود اللي هنا هو بيفتح لي قائمه اسمها فورمات شيب، دي نفس الخصائص اللي احنا بنعملها من فوق بس باكثر تفصيلا. يعني ايه اكثر تفصيلا؟ يعني انا عندي هنا هو فلفل، انا ممكن ما اعملش فل بلون، يعني انا مش ممكن بس اختار لون بس كده، لا ده انا كمان ممكن اختاره ان هو يبقى درجات الوان جريدينت، يعني احط لونين مع بعض، احط اللبني مثلا والابيض واغمق وافتح. شايفين التاثير؟ انا بغير ال دراج ودروب بين الاسهم كده عشان الو بين الغامق والفاتح. عايزه اغير اللون، اللونين، انا عايزه احط اصفر في لبني، او ممكن احط بدل اللبني دوت اخليه اخضر، فحاجي هنا عند اللبني دوت اخليه اخضر، تمام؟ وابتدي اتحرك بين الالوان بتاعتي كده هوت، مثلا بقوا تلات الوان. طبعا الكلام دوت محدش يعمله، انا بقولك الفيتشرز ايه، بس المنظر دوت فلاحي جدا، يعني محدش يعمل كده. الناس بقى اللي عندها ذوق عالي طبعا هتعرف تظبط اكتر مني، لكن اللي انا عاملاه ده وحش محدش يعمله زيه، تمام؟ ديت الحاجه اللي موجوده في القايمه دي. ممكن كمان هنا هوت كل دوت حاجات خاصة بالألوان. ممكن أحط صورة زي ما قلنا، فلو أنا عايز أحط صورة هختار insert from file، هحط لوجو مدرسة مثلا، دي حاجات هو بيوفرها، بس اللي عنده ذوق أحسن من ذوقي ويقدر يستفاد من دي خير وبركة. اللي ذوقه زي ذوقي كده هوت يبقى خلينا في اللي هو بيوفره وبلاش نحط التاتش بتاعنا.
تمام. وممكن طبعا ان انا اغير الخلفيه خالص. انا دلوقتي لو واقفه كده اهوت بره، فدي اتقلبت بقت ايه، بقت فورمات باك جراوند، ما بقتش فورمات شيب، ما بقتش فورمات بيكتشر. اوكي، القايمه بتتغير وفقا للحاجه اللي انت محددها. انا هنا اهوت في شيب، فهي محدده لي، وقفت على البوتن دوت بقى فورمات بيكتشر، وقفت على السلايد بقت فورمات باك جراوند. انا ممكن اعمل باك جراوند للسلايد دوت برضو، اعملها منقطه كده اهوت، او اعملها الوان، او ان انا اعملها باترن اشكال هو بيوفرها، زي انا بالنسبه لي اللي هو عامله دوت يعني ارضيه سيراميك، فبلاش ان احنا نستخدم الحاجات ديت، يعني مش لطيفة خالص يعني. بس هو حاجة عطاها لنا يعني، اعرفها بس من باب العلم بالشيء. ويبقى اللون الابيض هو سيد الموقف. خلينا في اللون الابيض. طب حتى اللون مش عارفة اظبط الابيض بتاعه، عايز اختار ديزاين حلو بقى كده هو يتطبق على كل البرزنتيشن بتاعي، مش عايز اعمل كل سلايد لوحده. القايمة دي كده احنا خلصناها، ما فيهاش غير جزء الاديتنج. الاديتنج دوت هنشرحه بالتفصيل لما نشرح الوورد، ملوش اي افكت كتير قوي عندي في الباوربوينت، بيظهر اهميته في برنامج زي الوورد، لكن في الباوربوينت الجزء دوت مش مهم ان انا اعرفه في الباوربوينت، هنشرحه لما نيجي للوورد. لكن كده قائمة هوم خلصناها. تمام، حد عنده أي حاجة بالنسبة للقائمة دي؟ لا تمام. تعالوا نعمل بقى إيه؟ العفو حبيبتي. تعالى ندخل على ديزاين، فاضل 10 دقايق وهيخلص السيشن، وهيبقى دوت آخر سيشن ننتهي على كده، علشان اللي وراه حاجة ما بقاش عطلتكم كتير. انا هنا هو هختار شكل يتطبق على الكل. ديت السيمز من ديزاين سيمز، وبختار اشكال من اللي هو بيوفرها، اشكال طبعا احلى بكتير قوي من اللي انا كنت عاملاها، فاستخدمها واستفاد بيها، وبلاش نحط ذوقنا في الموضوع يعني. اوكي، طبعا دي ما اتغيرتش ليه يا جماعه؟ لانها ماستر. لا احنا ما دخلناش لسه في الماستر. لا لا احنا ما دخلناش في الماستر. لا احنا هنقف هنا اهوت، وهقول له هنا اهوت apply to all، طبقها على كل السلايد apply to all. بس برضو ما اتغيرتش، لان ديت الاساسيه اللي هو عاملها، دي الحاجات اللي احنا جبناها من هنا لو تفتكروا. أنا أسفة خالص. لا ما فيش داعي للأسف أستاذة منى، إحنا بنتعلم يعني، كلنا بننسى يعني. دي اللي إحنا كنا جايبينها من هنا يا جماعة، فما طبقتش زي دولة يعني. تمام، فديزاين ديت بتديني أشكال منظمة منسقة، أقدر إن أنا أستفاد بيها. ممكن ان انا اختار اكتر من لون يعني. انا عايزه ارجع بس دي clear formatting. كده بقى الشغل بتاعي باين اهو، السلايد الاولاني، السلايد التاني، التكست هنا اهو، بس علشان دوت انجلش المفروض اجيبه هنا واخلي الصوره دي هنا. كده الشغل بتاعي منظم اكتر. ودي بدل ما هي الاول كده، انا عايزه اغير الصوره ديت واجيب صوره من على الانترنت فيها ثانك يو علشان انهي السلايد، هقف عليها واختار تشينج بيكتشر فروم اونلاين سورس، وادخلي على الانترنت وهات لي حاجه اكتب فيها ثانك يو صورة. أنا كده عملت presentation في عنوان الدرس، العناصر بتاعتي تناولتها بالتفصيل، وبعدين خلصت presentation.
تمام. حد عنده أي سؤال في الجزء ده؟ شكرا. تمام يا دكتور. تمام. عندكم استعداد لو لسه عندكم طاقة عايزين تكملوا، أنا ممكن أقعد تاني لو تعبتوا خلاص، فالاختيار ليكم، عايزين تقعدوا تاني ولا خلاص؟ دكتورة زينب أنا هطلع. تمام مس رانيا. أنا تعبانة أساسا مش قادرة. ربنا معاكي حبيبتي، ألف سلامة عليكي. تصبحي على خير يا حبيبتي، ميرسي، ربنا يخليكي، شكرا. العفو حبيبتي، باي باي. باي، مع السلامة. الباقي حد حابين نكمل ولا خلاص كده نكتفي بذلك القدر ونطبق المعلومات؟ نطبقها الأول. نطبقها الأفضل. تمام، أوكي. تمام، نتقابل إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. ونكمل بقية القوائم، تمام؟ في حد عايز أعيد أي حاجة قبل ما نطلع؟ شكرا. ألف شكرا يا دكتور. مريم في أي حاجة عايزاني أعيدها؟ أنا عايزة أسمع صوتك يا مريم. مريم تمام. نتقابل إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. ياريت الحاجات دي تجربوها، يعني اعمل كليك على أي حاجة كده هوت وجرب وتعلم مع نفسك كده هوت، جرب دي بتعمل إيه ودي بتعمل إيه، لو دخلت هنا هتعمل إيه كده. بس إحنا بنعرف الحاجات الفيتشرز دي بنعرفها من باب العلم بالشيء، لكن مش لازم أعمل الأوبجكت أحط فيه أكتر من مثير، أكتر من لون ألفت بيه النظر، بلاش الحتة دي يعني. تمام؟ بشكركم جدا ونتقابل إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. باي باي. معلش دكتورة أنا سمحت، ممكن قالي يا أستاذة منى حضرتك العرض اللي أنا عملته في أكيد في ملاحظات، أنا بهتم جدا بملاحظات حضرتك. والله هشوفها أستاذة منى وهرد عليكي. حاضر، من عينيا الاثنين. والله لسه ما شفتهاش. هو مفيش حاجة كاملة يعني كاملة، بس أكيد فيها حاجات نقد، وأنا مهتمة حريصة إن أنا أعرف ملاحظات حضرتك عشان الغلط اللي أنا مثلا عملته أتفاداه المرة اللي جاية. هتفرج عليه والله. حاضر، هتفرج عليه وسجل كود. عينيا الاثنين، عينيا ليكي حبيبتي. السلام عليك حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب ويجازيك كل خير يا رب. الله يخليك حبيبتي وإياكم يا رب. أستاذة شيماء عيد أي حاجة؟ أستاذة شيماء؟ جنة؟ خلاص باي باي، أشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. جنة إيه؟ يا جنة. أيوة دكتورة زينب، أنا برد لها على حضرتك، أنا أسفة وعاملة ميوت. ولا يهمك حبيبتي. أي حاجة عيدة؟ خير يا رب، جزاك الله كل خير بجد. على خير، واشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع اللي جاي. باي باي. ان شاء الله باذن الرحمن. باي باي ميس فيوليت، باي باي ميس نعمه، باي باي ميس عفاف، باي باي ميس منى. سي يو. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع الف سلامه.